الآن باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 11 هاتور الكنيسة بتحتفل باستشهاد القديس ميخائيل الراهب وبتحتفل باستشهاد القديس أرشلاوس وإليشعرقس، لكن النهاردة كمان الكنيسة بتحتفل بنياحة والدة العذراء. تقول ياه، أقول لكم طبعا كل ما يخص العذراء يخص نسل الخلاص. الكنيسة بتنظر إلى التجسد أنه تلك الصورة التي أخذها ربنا مننا كي يقدسنا. فما ناخد بقى ده إن العذراء اللي أخذ منها المسيح ناسوته اللي من أحشائها تلك البذرة المقدسة، فتلاقينا بنحتفل بنياحة يواقيم أبو العذراء ونياحة حنة أم العذراء، ونحتفل بالبشارة بتاعة ميلاد العذراء. حنة أم العذراء هو حنة اسم معناه فضل أو نعمة، وهي فعلا يعني كانت النعمة اللي منها جت العذراء. النبوة بتاعة ميلاد المسيح يقولوا لابد أن يجي من نسل يهوذا صبت ومن ناس داود الملك. فعشان كده نقعد احنا نقول خلي بالكم الزمن اقترب، ميلاد والد ووالدة العذراء اقترب الزمن، ووجودهم وبشارة القديسين دول الملاك ليهم ان العذراء تيجي اقترب الزمن. ولاننا كمان بنحتفل بالقديسين والقديسات فبنحتفل بنياحة والدة العذراء. والدة العذراء من نسل هارون، والدها من نسل يهوذا، وكانت حنة لها أختين، أخت منهم اللي هي مريم أم سلومي، وسلومي دي اللي هي كانت مع العذراء وقت الميلاد، ويبقى سلومي دي بنت خالة العذراء. وبنذكر دايما قصة سلومي مع قصة الميلاد، وده التقليد اللي يقولها لنا يعني الكتاب المقدس، يعني ما يذكرش كتير عن الأمور دي، اللي بيذكر بيركز على الحادثة نفسها، لكن الأحداث اللي اتنقلت لنا عبر التقليد ان سلومي كانت موجودة بنت خالتها، والأخت التانية لحنة اللي هي القديسة صوفيا تبقى والدة اليصابات اللي هي أم يوحنا المعمدان. بصوا العيلة قد كده يعني قديسين كلهم. يعني يوسف النجار بقى قريب العذراء كمان بس من ناحية والدها، عشان كده لما يذكر النسب بتاع العذراء ويجي يقولوا كمان نسب يوسف النجار، ما حدش يظن ان ده معناه ان المسيح جه من عند يوسف النجار، لا، ينسب ليوسف النجار علشان زي ما قال ماري لوقا كما يظن. لكن القضية بقى التانية وهو ان دي عيلة واحدة كمان، وده السبب اللي خلى لما العذراء كبرت خلوا يوسف النجار هو اللي ياخدها لانها من العيلة. حنة ويواقيم كانوا الاثنين عواقر، يعني ما بيخلفوش، والعاقر في الفكر اليهودي قلت لكم قبل كده كان معناها ان ربنا مش مديهم نعمة. ليه بقى؟ لان كان ينظر الى انها في احشائها ما فيش بركه، لان زي ما ربنا قال لابراهيم من نسلك تتبارك الامم، ولان ربنا قال في التكوين انه باركهما وقال لهما اثمرا واكثرا، اذا البركه مرتبطه بالثمر. طبعا ده فكر عهد قديم، لان فكره البركه والثمره البطن مرتبطه بمجيء المسيح الخلاصي. ليه؟ لأن المسيح قال نسل المرأة يسحق رأس الحية، إذن النسل
الذي يتبارك فيه جميع الأمم هو ربنا يسوع المسيح. لكن في العهد الجديد ما بننظرش الفكر ده، ده فكر يهودي. عشان كده أم صمويل النبي قالت في تسبيحة بتاعتها: نظرت إلى مزلتي وذكرتني، لم تنس أمتك فإني أعطيت للرب كل أيام حياتي. وفعلا زي ما عملت حنة أم صمويل، عمل يوقيم وحنة أنه كانوا بيصلوا وقالوا ربنا أنه لو أنت اديتنا طفل، الطفل ده هندهولك. وده اللي حاصل، أن أول طفل أخدته اتولد اللي هو كانت العذراء مريم، قدموه للهيكل نذير. قلت لكم قبل كده عواقر كتير كان من نتاج النسل بتاعهم بعد العقورية عمل ربنا، زي إسحاق اللي جه من نسل إبراهيم وسارة، وده بعد 100 سنة من عقورية إبراهيم. وزي كمان إليصابات وزكريا الكاهن بعد الكبر في السن جاب لهم يوحنا المعمدان، وزي العذراء كمان اتوفى يوقيم والد العذراء، والعذراء عندها 6 سنين. وتوفت القديسة حنة اللي النهاردة بنحتفل بنيحتها، اتوفت والعذراء عندها 8 سنين. بس العذراء ما كانتش عايشة معاهم. العذراء كان وقتها أول ما الطفل يبقى عنده 3 سنين يوضع في الهيكل في مكان معين، ويتربى الطفل النذير ده إن هو يقعد يخدم الهيكل ويفضل في الهيكل. لو ولد يبقى شاب يبقى رجل، ولو بنت تفضل لحد سن الزواج، وابتدوا يقولوا هنجوزها لمين، ويجوزوها لحد برضو مرتبط بالهيكل، يوسف النجار لأنه كان هو من العيلة، وكانت العذراء يتيمة ما فيش حد يعني ياخدها علشان يزوجها، فالهيكل هو قام بكده. وأحد التقاليد تقوله كمان إن أخدوا عصيان بتاعة شيوخ العيلة، يعني العيلة كلها كان فيها ناس كتيرة اللي يصلحوا إنهم ياخدوا العذراء يتزوجوها يعني، فأخدوا العصيان دي. ويقال إن يوسف النجار كان متبتل، وأحد المصادر تانية تقول لا كان عنده أولاد لكن هو كان مترمل. أخذ العصيان وحطوها في الهيكل، وجت حمامة وقفت على العصاية بتاعت يوسف النجار، فعرفوا إن ده إرادة ربنا. عند سن 12 سنة كانت لابد إنها تخطب ليوسف النجار، واتخطبت وهي عندها 12 سنة. ولكن زي ما قلت لكم قبل كده إن العذراء لم يتم زواجها فعلياً، عشان في بعض الكلام يقول لك ان ما العذراء اتجوزت سنه صغيره، لا العذراء لم تتزوج، يقول لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. وحتى دي مش معناها ان بعد كده تم معرفتها، حتى دي معناها انه ينفي الفعل السابق لحتى، بدليل ان العذراء عند الصليب المسيح ادها ليوحنا الحبيب. لو كان هي كانت انجبت اولاد كان ادها لحد منهم. وبدليل آخر أن العذراء لما جه الملاك بشرها وقال لها أنك أنت هتنجبي طفل، ما قالتلوش إمتى. لو أن كان ده معناها، لو أن العذراء كانت هتتجوز فعليا كانت تقول له إمتى، لكن هي متفقة مع يوسف النجار أن مفيش زواج فعلي، هو بس هيرعاها، بدليل أنه قالت له إيه: كيف يكون لي هذا وأنا لا أعرف رجل. لو كان هتعرف رجل، لو كان زواج فعلي وقتها كانت في بيت يوسف النجار، كانت قالت له ايه: متى يكون هذا؟ لسه ما حصلش الزواج، لكن هي قالت له كيف لم اعرف رجلا. عشان كده العذراء خرجت من هذا النسل المقدس، حنة ويوقيم. لكن احيانا يتبادر في ذهننا سؤال: هو ربنا بيتدخل في حياتنا بالصورة دي؟ يعني يغلق رحم ويفتح رحم، هو احنا مسيرين ولا مخيرين؟ هو ايه ده؟ البشر في نظريتين لإرادة الله وتدخله. نظرية أولى يسموها القدر. القدر ده فكرة عمياء. قدر يعني ايه؟ القدر ده معناه أنه هناك حتمية لكل شيء، اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. ده مش فكر مسيحي، نحن نؤمن بالقضاء
أنه يقضي، أنه يتدخل، ولا نؤمن بالقدر، نؤمن أن الله يعرف بطبيعته اللي فوق الزمن كل شيء، ولكن لا يتدخل بصورة حتمية ليصنع كل شيء، وإلا يحاسبني ليه لو إن هو كاتب الحياة بتاعتي مسبقا وأنا ممثل بمثل مسرحية عنده. حتى إني المفكرين اليونان كانت عندهم فكرة القدر، يعني دي فكرة أصلا موجودة عند المفكرين اليونان، وكان عندهم أحد الآلهة مصورينه إنه هو اللي هو إله الزمن، إنه يصر قاعد كده يصر على أسنانه معناها إنه سيتم ما يريد بالضبط. ده أحد آلهة اليونان. وأحد الكتاب الهولنديين اسمه كوبرايس يقول كده، هو في رواية اسمها القضاء والقدر، يقول العالم كله ليس إلا خيالا أو وهما ولا شيء حقيقة على الإطلاق. يعني كل اللي بيحصل ده كله خيال ووهم. والفلسفة الرواقية عندها فكرة غريبة جدا، يقول إن الكون له حتمية معينة، راوند زمن، دايرة زمن كده بتعيد، الزمن بيعيد نفسه. حتى انهم يقولوا لو كنت تحيا في منزل وعندك كلب مربوط على خارج المنزل، سيأتي الكون بعد الدورة بتاعته يوجد نفس المنزل ونفس الكلب ونفس الشخص الذي في الداخل. يعني مفيش حاجة جديدة، حتمية وبتعاد. يعني عندهم بيقولوا حتى فكرة الاستنساخ دي عندهم يعني. لكن لكن دي مش فكرة مسيحية، وإلا زي ما قلت لكم كيف أكون أنا حرا لو إن ربنا بيعمل كده. في مفكر تاني اسمه إيميل زولا، مفكر ملحد، هو كان بينظر دائما إن الله يتحكم في كل شيء وإن البشرية ملهاش أي دور في أي شيء. حتى إنه كتب رواية اسمها الوحش البشري، بين فيها الآتي، قال البشرية كلها بتعيش جوه قطر، والقطر ده بيمثل العالم، الحياة اللي في الأرض يعني، منطلق في ليل بسرعة، القطر ده ماشي بسرعة في الليل إلى مصير محتوم. الليل ده هو الزمن، والاندفاع هو الخط الذي يحيا فيه الإنسان، والسائق بتاع القطر فجأة مات، فالقطر يسير في منهج وخط محتوم لمن هم داخل القطر. القطر جوه منه ماشي ومفيش حد بيقود، فالزمن هو الذي يقود كل شيء. يقول المصير الأبدي المحتوم، كل شيء مصير. أقول لك ده مش فكر مسيحي، لأنه يقول كده المسيح، كم مرة أردت ولم تريده. إذن لو إني الله إرادته حتمية في حياتنا وأنه يكتب كل شيء حتمي، يحاسبني إزاي إن أنا ما توبتش؟ نقول له أنت ما كتبتش إن توبت، المسرحية ما فيهاش كده. لكن هو قال كده، كم مرة أردت ولم تريده. إذا كنت تستطيع أن تتمم إرادتك ضد وصيته، يبقى إزاي هو حتمي؟ إذا كان حتمي طب كان عمل كل شيء كويس. الفكر التاني بتاع البشر إن ربنا ملوش دخل بالناس، هو قاعد فوق كده بيتفرج علينا، زي ما كان يقولوا الملحدين الماركسيين، يقولوا أبانا الذي في السماوات ابقى في سمائك، لتحيا أنت في سماء الطيور، نحيا نحن في أرض أحياء، إحنا هنعمل مصيرنا بإيدينا. وحتى الفلاسفة الملحدين بتوع روسيا كانوا يقولوا كده، هو قال أن نقطة التحول في فكر البشرية حينما يعي الإنسان أنه هو إله نفسه، هو يصنع نفسه. مرة نابليون، يعني نابليون ده كان ملحد، يعني يقال أنه لما راح الجزيرة اتنفى بقى مسيحي كويس، يعني يقال يعني كان مرة كده كان واثق في نفسه وكان وسط ناس كده، فبيقول أنا أفكر وأدبر. فكانت في واحدة من ست كبيرة كده تقية يعني، فقلت له يا سيدي أريدك أن تقول أنك تفكر والله يدبر، يعني ربنا هو اللي بيدبر وانت بتفكر. فقال لها الله لا يكون مع الضعفاء،
لكنه مع الأقوياء. أنا قوي وأفعل ما أشاء. نقول له بعدين يا نابليون حصل لك إيه؟ نابليون خسر الحرب وخسر كل شيء واتنفى وانتهى حياته في المنفى. عشان كده لازم نفهم ان الناس اللي بتظن ان الله ينظر من السماء ولا يتمم شيء على الارض، نقول له لا، هو يتدخل. اقرا التاريخ واقرا الكتاب المقدس. نبوات الكتاب المقدس ماشيه موازيه مع تاريخ العهد القديم. يغير ويدخل بيد من حديد حينما يتم حاجتين مهمين. هو يتدخل في أمرين، حينما يريد أن يكون العالم يسير وفق تدبيره الخلاصي، عشان كده مملكة هو شايفها هتقف قدام تدبيره لخلاص البشرية يروح شايل المملكة دي، فهو يتدخل في الأمور العامة حينما تكون ضد تدبيره الخلاصي. زي مثلا يجي عايز يدبر خلاص الشعب ويرجعه من سبي بابل، فيجيب كورش فارس وبادي تروح موقعة بابل علشان فارس دي هترجع الشعب ليبني الهيكل. ليه؟ لان في تدبير عام، فهو يتدخل حتى يكون تدبيره العام لخلاص البشرية والعمل الخلاصي لكل انسان متوافق مع عمل الزمن. يتدخل. اوعى تظن هو سايب الدنيا كده. على رأي أينشتاين يقول: لست أظن أن الله يلعب الزهر في تاريخ البشر. ربنا مش قاعد كده بيعمل احتمالات يعني. نمرة اتنين، يتدخل في حياتنا الشخصية حينما نسمح نحن أن يتدخل. لما نقول له اتفضل دبر حياتنا كما يليق زي ما بنصلي له، وأحيانا يشفق علينا زي ما يقول كده: قد ذكرت لك غيرة سباقي، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية، لأني أنا عارفك إنك كويس، فأنا هتدخل وأزبط لك توبة، ولكن لا يرغمك. يتدخل هو في أمور خارجية لكن ما يرغمكش غصب عنك. يجي يقول لك: ها إيه رأيك؟ تيجي بقى يقول كم مرة أردت ولم تريده، يقول: آه لو تعرفي ما هو لسلامك ولكنها أخفى عن عينيك. يقول: أنا حبيت أن أنا أعملك كذا مرة حالة تدخل فيها وتخلص. عشان كده يتدخل حينما نفتح أبواب قلوبنا، ويتدخل أيضا حينما يشفق علينا من أمراض نفوسنا ويجد أننا بصورة لا نقصدها تهنى عنه، فيقول: أعد ليك مرة تانية إمكانية رجوع. إذن العالم يقول إنه ممكن يكون حتمي، أو يقول إنه مش بيتدخل خالص، أما إحنا بنقول لا، بيتدخل في حاجتين: في الاتجاه العام يسير الزمن حسب خطته لخلاص العالم كله. نمرة اتنين، يتدخل أيضا في حياتنا الشخصية حينما نسمح نحن، أو حينما هو يرى أننا قد دخلنا في حالة عبودية أو شيء من القساوة غصب عننا، أو الظروف كانت غصب عننا، يتيح لنا ظروف مرة أخرى حتى نعود. إن كل أعماله حب، كل أعماله خير، كل أعماله عدل ورحمة. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن إلى الأبد. أمين.